السلام عليكم مرة أخرى، كنرحب بكم في هذا الفيديو التحليلي اليومي لمباريات كان 2023. البارح تابعنا مباريات قوية، مباريات اللي كانت فيها الكرة كيف ما كنقولوا. المباراة اللي كانت الأبرز هي مباراة الصدام بين السنغال والكاميرون. المنتخب السنغالي عرف كيفاش ينتصر على المنتخب الكاميروني 3-1. مباراة كانت فيها الأهداف، مباراة كانت فيها الندية، كانت فيها القوة البدنية والدفاع، لكن الأهم اللي كان فيها هو الفوز ديال المنتخب السنغالي اللي كيواصل حملة الدفاع عن اللقب ديالو، تأهل مباشرة للدور الثاني، وربما بنسبة كبيرة يمكن يضمن التأهل ديالو كمتصدر للمجموعة ديالو. والعكس الكاميرون اللي كنظن انها الحظوظ ديالها تقلصات نوعا ما، بقات عندهم مباراة امام غامبيا، عندهم نقطة واحدة، 4 نقاط لغينيا واللي انتصر على المنتخب الغامبي، وكذلك 6 نقاط للمنتخب السنغال. كنظن ان الكاميرون يمكن يتأهل كثالث المجموعة الا فاز في المباراة ديالو امام منتخب غامبيا وسجل اهداف كثيرة، لكن اكيد الحظوظ ديالو تقلصات، رغم انه كانت عنده حظوظ انه ينهي على الاقل مباراة امس امام منتخب السنغال بهدفين لمثلهما، لكن المنتخب السنغالي عرف كيف يخرج منتصر هذه المواجهه. كتبقى المفاجاه الكبيره في مباريات الامس هي المباراه ديال الراس الاخضر امام منتخب الموزمبيق. الراس الاخضر بعد ما حقق مفاجاه بالانتصار ديالو على المنتخب الغاني في الجوله الاولى، تمكن من انه ينتصر على المنتخب الموزمبيقي بثلاثيه نظيفه، تاهل كمتصدر للمجموعه الثانيه. هذا احسن في هذا الامر هذا بعد مجمع 6 النقاط، مستغل التعادل ديال منتخبي مصر والمنتخب الغاني. منتخب مصري عنده 2 نقاط، امور كلها بيديه، يعني اذا انتصر في مباراه راس الاخضر يتاهل كثاني المجموعه، ما انتصرش فاكيد يقدر يخرج من الدور الاول. فمباريات كانت قويه اللي ديال يوم امس. اليوم تابعنا الندوه الصحفيه ديال الناخب الوطني وليد الركراكي اللي تحدث فيها عن المباراه ديال غدا اللي غتكون مع الساعه 3 بعد الزوال. وليد الركراكي كيبان انه متفائل، عارف شنو كيتسناه، محترم الخصم كيف ما قال، ونتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني المغربي في المباراه ديال غدا ان شاء الله.